سخان الغاز من نوع التورنيدو. ده شكله، دي شكل البكرات بتاعته. البكرة اللي على الشمال البكرة المسؤولة عن الغاز او النار اللي بتعلي وتوطي النار، اما البكرة اللي على اليمين مسؤولة عن المية، تعلي او توطي المية، وبيشتغلوا عكس بعض، يعني دي بتعلي ناحية اليمين دي بتعلي ناحية الشمال. ده بالنسبة للبكرات بتاعت السخان. ده فتح الدخول خروج المية السخنة اللي هي بتكون في النص، دي فتح دخول المية الباردة. اما دي اللي المسؤول عن الدخول الغاز من الانبوب. دلوقتي هنشوف ازاي نغير الحجارة. بفتح البكرة دي كده ناحية الشمال، بتلاقي فيه حتة ريشة صغيرة كده بلاستيك، بتزقها بصباعك وانت بتخرج الحجر. اهي خرج معي بسهولة. كمان الناحية دي بزق الريشة بالراحة كده بصباعي، وبشد الحجر ناحية العكس، ناحية عكس مكان الريشة. اهو اجرب تاني، سيب الموبايل من ايدي. اهو هي، بس انا المهم ان ابعد الريشة سنة عن الحجر بس بالراحة عشان مكسرهاش، وبسحب الحجر اللي تحت بيطلع معايا. اهو طلع معايا وخلاص. اهو بركب الحجارة الجديدة بنفس الطريقة. طبعا الناحية اللي فيها السوستة يا جماعة بيركب عليها الحجر مقلوب، الناحية اللي مفيهاش سوستة بيركب عليها الحجر عدل، يعني ناحية الموجب بتكون لتحت. اهو يبقى اللي من جوه ناحية الموجب بتكون لتحت، اللي هي الجزء البارز في الحجر، اما التانية فبيركب العكس. هتلاحظ ان في اللي من بره سوستة من تحت، ده يبقى دي هتركب على الناحية السالب اللي مفيهاش حاجة بارزة. وبضغط لجوه كده وبقفل، دي عكس اهو ناحية اليمين بيقفل معايا. وهجرب دلوقتي قدامكم السخان وهنشوفه اشتغل ولا ما اشتغلش. اشتغل اهو السخان وولع كمان. شكرا على متابعتكم، ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد ومفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.